نظمت الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو مؤتمرا حواريا تحت عنوان نحو خطاب إعلامي لمواجهة الزيادة السكانية. حضر المؤتمر عدد من الجهات المعنية المختصة بالمشكلة، والذي أكد خلاله المشاركون ضرورة تكاتف الجهات والمؤسسات المجتمعية والحكومية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية. نحو خطاب إعلامي لمواجهة الزيادة السكانية، عنوان المؤتمر الحواري الذي نظمته الهيئة الوطنية للإعلام، والذي تناول المشكلة السكانية بأبعادها كافة وكيفية العمل على وضع حلول خارج الصندوق لمواجهتها بشكل واقعي، والدور الإعلامي في بث رسائل توعوية للمجتمع بخطورة وأهمية المشكلة. ده مؤتمر يعتبر له رؤية وهدف ورسالة مختلفة عن كافة المؤتمرات السابقة، لأنه بيعمل تنسيق فعلي ما بين المجلس القومي للسكان والهيئة الوطنية للإعلام وأيضا الجهات المعنية بالقضية السكانية بشكل عام. المؤتمر ده التوصيات بتاعته إن شاء الله ستجد طريق مباشر إلى التنفيذ، وده نقطة الاختلاف ما بين هذا المؤتمر وأي مؤتمر آخر. يعني احنا بنتكلم النهاردة على دليل ديني لرجال الدين كلهم، بنتكلم على تحرك لكل أئمة الأوقاف، بنتكلم على موضوع التعليم، تطوير التعليم الفني، بنتكلم على موضوع خدمات تنظيم الأسرة لابد أن تحدث. كما تناول المؤتمر أهمية الخصائص السكانية في العمل على حل المشكلة بأبعادها كافة. يعني الخصائص الصحية، التغذية السليمة، الرعاية الصحية السليمة، تعني الحصول على الخدمة الصحية ذات الجودة المقبولة، تعني أن المواطن يجد الخدمة الصحية في نطاق يقدر يوصل له. الحاجة الثانية هي التعليم، وتعني أن إحنا أصبحنا في عصر بنتكلم عن التحول الرقمي، فلا معنى إطلاقاً أن يبقى لسه عندنا ناس ما بتعرفش تقرأ وتكتب. نجد أن كل وسائل تنظيم الأسرة الموجودة على الساحة لها فوائد كبرى في المباعدة بين فترات الحمل، لأننا بذلك نقلل نسبة حدوث المضاعفات. فعشان كده فوائد اللي نحصل عليها من استخدام وسائل تنظيم الأسرة الاستخدام الأمثل نجد أنها تفوق بكثير جداً أي مضاعفات قد تنتج من هذه الوسائل، ومعظم الوسائل الموجودة على الساحة هي وسائل آمنة. المؤتمر تناول أيضا دور الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي في حل المشكلة بشكل واقعي. أجمع الفقهاء على جواز تنظيم الأسرة عند الحاجة والبدية الملحة لذلك، وربنا إذا كان قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إذن بيرشدنا إلى أن هناك فترات تباعدية بين الطفل والطفل، فلو جاء الطفل في خلال هذه الفترة يبقى هذا تعدي على حق الطفل الآخر. الكنيسة تناولت هذا الموضوع منذ القرن الماضي وبالأخص في السبعينيات، وكان يظهر هذا واضحا في قبول الأسرة المسيحية لتنظيم النسل وتحديده، ونجد من النادر أن الأسر تزيد عن 3، بل في أسر فيها 2 وفي أسر فيها 1، فوجد فيها استجابة نتيجة التوصيات بهذا. المشكلة السكانية أصبحت مشكلة مزمنة وملحة للمجتمع المصري، بما يتطلب حلول غير تقليدية خارج الصندوق بتغيير ثقافة المجتمع لتحقيق طفلين لكل أسرة. محمد علمي، التلفزيون المصري.